Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah tuan-puan, sebelum kita mulakan tadarus kita pada tengah hari ini, sama-sama kita berselawat insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفسين بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد كل معلوم لك. InsyaAllah tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita
buka pertemuan kita pada tengah hari ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بقى الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. Tuan-puan yang dirahmati Allah, pada slot kali ini bersama dengan saya insya-Allah Ustaz Amir. Selamat datang saya ucapkan kepada tuan-puan, sahabat-sahabat sopan untuk tadarus kita tengah hari ini. Insya-Allah kita akan sambung bacaan kita, tadarus kita pada muka surat 12. Muka surat 12 hingga 16. Baik. Baik, selamat datang tuan-puan. Selamat datang insya-Allah. Sekiranya tuan-puan bersedia, boleh komen bersedia. InsyaAllah kita akan mulakan bacaan kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون. يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومن وقالوا لن
تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم
وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أن يكفروا بما
نزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم
كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, selesai bacaan kita daripada muka surat 12 hingga 16. Tahniah dan terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan dari seluruh negara yang sudi lapangkan masa bersama-sama dengan kita tadarus bersama sopan. Jadi tuan-puan, sebelum meninggalkan live ini, untuk makluman tuan-puan, kepada sesiapa yang berminat untuk melakukan tajaan siaran, bolehlah tekan link di pin komen di bawah. Dan kepada sahabat-sahabat yang belum lagi masuk grup sahabat sopan, boleh juga masuk link grup tersebut di pin komen yang telah pun ditanda. Dan yang seterusnya, kepada sesiapa yang hendak membeli Al-Quran, sama juga boleh tekan link di pin komen di bawah. Dan jangan lupa untuk like FB page sopan, set notification Instagram, TikTok dan juga YouTube. Sebelum menamatkan sesi kita pada petang hari ini, Ustaz nak berkongsi sepotong hadis berkenaan dengan puasa. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mendirikan bulan puasa ini dengan penuh imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, dengan penuh pengharapan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh itu, tuan-tuan yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, marilah sama-sama kita bersungguh-sungguh di dalam bulan puasa ini untuk merebut segala pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan kepada orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita semua dalam kalangan orang yang Allah SWT sebut la'allakum tattaqun. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala golongkan kita dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Sekian sahaja untuk sesi kita pada tengah hari ini. Jangan lupa tuan-puan, sesi yang seterusnya bersama dengan Ustaz Muzaifi pada jam 2 petang nanti, insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.